رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 11 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا ابتدأنا في حلقتين مضتا حديثا عن الخطوات العملية في الزواج. كان الحديث عن الخطبة. عنوان حلقة اليوم العقد، أو ما يسمى كتب الكتاب. ماذا يحدث في أثناء العقد؟ كيف يقوم العقد؟ ما هي أركان العقد؟ ماذا يترتب على العقد؟ ماذا يحل للعاقد على المعقودة؟ وما إلى ذلك. هذه أحاديث عديدة سنتحدث فيها في العقد. لكن قبل حديثي عن العقد أحب أن أتحدث بإسهاب حول موضوع الاستخارة. كثير من الناس بعد أن يسأل عن الخاطب أو يسأل عن المخطوبة، بعد أن يدرس الخاطب أو يدرس المخطوبة، يقول يا أخي انتظرونا حتى نساوي استخارة. والاستخارة أمر مشروع في الدين، لكن الحق أنه نزل به بعض الحواشي وبعض الأمور الجانبية التي لا علاقة للشرع بها، وبات الناس يعتقدونها من أجزاء الاستخارة. الفكرة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. لا بد من الجمع بين الاستخارة والاستشارة. الاستخارة وحدها لا تكفي. يعني لو جاءني خاطب لابنتي يريد أن يخطب ابنتي، أقول له انتظر حتى استخير، دون أن أستشير، دون أن أسأل عن هذا الشاب، دون أن أسأل عن بيئته، عن تنشئته، عن تربيته، هذا أمر غير صحيح. الاستخارة دون الاستشارة ليست صحيحة، والاستشارة دون الاستخارة ليست صحيحة، والصحيح أن نجمع بين الأمرين الاستخارة والاستشارة. الآن كيف الاستخارة الشرعية؟ يعني أنا بعد أن استشرت وسألت أهل الرأي عن هذا الشاب، ووجدت أن هذا الشاب مناسباً، أو أن هذا الشاب مناسب لابنتي، وسألت ابنتي وهي مبدئياً موافقة، الآن أريد أن أصنع استخارة، كيف تحدث الاستخارة؟ اسمعوا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في كل أمر جلال. يعني يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. النقطة الأولى، ضعوا خطا تحت كلمة إذا هم أحدكم بالأمر، يعني عزم عليه عزما أكيدا، يعني بعد أن درس الموضوع،
بعد أن حلل إيجابيات وسلبيات الموضوع وصار عازما على القدوم إلى الموضوع، البيع، الشراء، الزواج، الدراسة، السفر، الحل، الترحال، إذا هم أحدكم بالأمر بعد أن أجرى الدراسات المناسبة، هذا واحد. فليركع ركعتين. من الذي يركع أيها الإخوة؟ كما تسمعون، فليركع صاحب الاستخارة، صاحب الأمر. فالأصل في الاستخارة أن تركع أنت ركعتين، أن تصلي أنت ركعتين، أن تصلي أنت ركعتين. يشيع أحياناً أن بعض الإخوة يتصل بشيخ من الشيوخ يقول: يا شيخ، إذا سمحت أنا ذاهب لخطبة فلانة، ممكن تعمل لي استخارة؟ أو تقول فتاة لآنستها أو مدرستها أو لشيخ من الشيوخ أو لإنسانة تعتقد صلاحها أنه خلوا أم فلانة تساوي لكم استخارة، هي الله فاتح على بصيرته. الحديث يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني فليركع هو. الآن لا بأس أن أدعو لك أنا، أو يدعو لك أخوك، أو يدعو لك جدك، أو يدعو لك قريبك، أو يدعو لك شيخ من الشيوخ، أو تدعو لك شيخة من الشيخات، لكن الأصل الاستخارة عبادة، وأنت إذا صليت الاستخارة أخذت أجراً، إذا لم تصلي الاستخارة أذهبت هذا الأجر، وأخذ الأجر من صلاها على نيتك للدعاء لك. لكن الأصل في الاستخارة أن تركع أنت الركعتين. لعل بعض الناس يقول: لكن أنا هناك غشاء على قلبي، لكن أنا مقصر مع ربي. يا أيها الإخوة، إن الله تعالى ينتظرنا جميعا، وكم من ليلة مد يده إلينا وهو ينتظر أن يسمع صوتك أو أن يراك تمد يدك إليه. مهما كنت بعيدا، ومهما كنت مقصرا، ومهما كنت مقصرة، فإن الله عز وجل سيلبي دعوتك، ومحال أن تقرعي باب الله وربنا لا يستجيب لك، لأن الكريم لا يرد من وقف على بابه. الحديث يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني أو معاشي، أو عاجل أمري أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. قال: ثم يسمي حاجته. الحديث عند الإمام مسلم، وعند الترمذي، وعند أبي داود، وعند النسائي. هذا هو الحديث. هذه الاستخارة الشرعية. الآن ماذا يحدث بعد الاستخارة؟ بعض الناس يقول: إنني سأنتظر مناما، إذا رأيت مناما يقول بأن هذه الفتاة جيدة تزوجت، وإذا رأيت مناما يقول هذه الفتاة غير جيدة ما أتزوج. بعض الأخوات بتساوي استخارة حتى إذا ذهبت إلى النوم فنامت، رأت نفسها مثلا أنها ذاهبة إلى سيران، وأمامها خضار، وأمامها ماء عين الفيجي، تقول: أوه، هذا الزوج والله منيح، بينته بياخذني على السيارين كثير، فتتزوج. بعضهن لعلها ترى في المنام بأن وحشا أو شبحا يأتي يريد أن يخنقها، تقول: أعوذ بالله، يبدو أن هذا الزوج عفريت. الحق يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، لا علاقة للاستخارة بالمنام، ولا ينتظر في الاستخارة لا منام ولا غيره، ولا يشترط أن تصلي أنت أو تصلي أنت الاستخارة قبل النوم أو بعد النوم، عند الظهر أو عند العصر أو عند الصبح أو عند المغرب، صليها متى شئت. الاستخارة أنت تدعو بهذا الدعاء في الصلاة وبعد الصلاة، هاتين الركعتين، وبعد هاتين الركعتين وهذا الدعاء تمضي إلى الأمر، فإما أن ييسره الله لك
وإما أن يتعسر الأمر عليك وتكون قد أجرت بهذا الدعاء. لا علاقة للاستخارة بالمنام. وكم من أسرة جاءهم خاطب ممتاز لبنتهم ودرسوا كل الدراسات ورتبوا معظم الترتيبات وكادوا أن يوافقوا، ثم إنهم قالوا والله لحتى الحجة تساوي لنا الاستخارة. فالحجة ساوت الاستخارة ويبدو كانت مزعوجة في ذلك النهار أو عندها مشكلة معوية أو معدية، حتى إذا نامت شاهدت مناما غير مناسب، فلما أصبحت قالت لا نريد، لا أنصحكم بهذا الزوج، وتم إيقاف العقد. هذا العمل غير صحيح. وكم من شاب أهله وهو درسوا فتاة وشاهدوها فتاة جيدة، لكنهم جاءوا إلى الاستخارة، حتى إذا صلى الاستخارة رأى مناما معينا قال أنا لا أريد هذه الفتاة. الاستخارة هي دعاء بعد الاستشارة، ثم تمضي أنت إلى الأمر، إما أن يتم وإما أن يتعسر. لا علاقة للاستخارة بالمنام. أمر آخر، بعض الناس ينظرون إلى شرح الصدر أو قبض الصدر، وهذا أمر لا معيار له. أيضا أحد الإخوة يصلي استخارة يقول يا أخي قبض صدري، بعضهم يصلي استخارة يقول يا أخي شرح صدري. ضابط شرح الصدر وقبض الصدر ليس له ضابط. الاستخارة دعاء، أنت تصلي وتدعو، أنت تصلين وتدعين، ثم تمضين نحو الأمر، إما أن يتم وإما أن لا يتم. صلي الاستخارة أنت، لا تنتظر مناما، لا تنتظر شرحا أو قبضا للصدر، اقبل أو أقبل على الأمر، فإما أن ييسره الله لك وإما أن يعسره الله لك عليك. هذه أيها الإخوة الاستخارة الشرعية. الآن هناك صور للاستخارة تحدث بين الناس، وهي أخطاء شائعة تحدث في بناتنا أو في أبنائنا أو في بيوتنا، ينبغي أن نتنبه لها. سأطلعكم عليها ولكن بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. أهلا بكم مرة ثانية في الحلقة 11 في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا نتحدث قبل الفاصل في عنوان الحلقة أنها عن العقد أو كتب الكتاب، وتحدثنا أول ما نتحدث عن موضوع الاستخارة، وذكرنا الاستخارة الشرعية كما وردت في حديث الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الآن أيها الإخوة، هناك طرق للاستخارة ابتدعها الناس لا علاقة لها بالشرع، تجري بين الرجال وهي بين النساء أكثر. هناك استخارة بفتح المصحف، يأتي إنسان إلى شيخ، أو تأتي فتاة إلى شيخة أو صديقة أو آنسة أو مدرسة، فتحمل المصحف وتفتحه. مثلا تقول ماذا تريدين؟ تقول والله جاءني خاطب اسمه محمد مثلا، أنت ما اسمك؟ سعاد. تقول هذه الإنسانة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاتوا المصحف، تحمل المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم محمد يريد أن يتزوج سعاد، إن كان خيرا فأمضه، وتفتح المصحف. الآن تقرأ الآية التي تخرج في الصحيفة. إذا كانت الآية آية نعيم وجنان تقول أوه ممتاز هذا العريس، توكلنا على الله. وإذا كانت آية نيران وجحيم وقبض تقول أعوذ بالله، لا تذهبوا بهذا الاتجاه. هذه الاستخارة ليست شرعية ولا علاقة لها بالشرع، وهي من باب التخمين. وبعض الفتيات وبعض الشباب أحيانا في الامتحانات كمان يفتحن الكتب بهذه الطريقة ويقولون السؤال الأول يا رب يطلع، يفتح هيك يسجل، السؤال الثاني، السؤال الخامس، ثم يفتح 20 مرة. العجب أنه يرسب ثاني يوم في الامتحان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ليست استخارة شرعية. ومن الطرائف أن رجلا أراد أن يشتري دابة مركوبا حمارا، فأراد أن يفتح بهذه الاستخارة، ففتح له رجل
فتح هذا المصحف على نية هل يشتري هذا المركوب أو لا يشتري، فخرجت معه قول الله تعالى في سورة طه: سنشد عضدك بأخيك. فقال له اشتريه. هذه ليست استخارة شرعية إذا نفتح المصحف ونقول نفعل أو لا نفعل. هناك صورة ثانية من صور الاستخارة عند الناس وهي مبتدعة ليست شرعية. بعض الناس يخرج سبحة من جيبه يحملها بهذا الشكل، يقول: ماذا تريد؟ يقول: والله أنا أريد أن أتزوج فلانة. يقول: انتبه، إذا ذهبت السبحة المسبحة باتجاه اليمين معناتها منيحة، وإذا راحت باتجاه اليسار معناتها ما لا منيحة. الحق لا علاقة للشرع بهذه الاستخارة، بل إن هذه عادة كان المشركون يفعلونها. كان المشركون قبل الإسلام إذا أراد أحدهم أن يذهب في سفر، أن يتزوج، أن يبيع، أن يشتري، يخرج من داره صباحا فيحمل من الأرض حصاة، فإذا شاهد طائرا يقف على الأرض ضربه، فإذا طار الطائر باتجاه اليمين قال هذه جيدة، وإذا طار الطائر باتجاه اليسار يقول هذا الأمر ليس جيدا. لذلك سمي الطيرة، الطيرة مأخوذة من هذا الطائر الذي يطير نحو اليمين أو نحو اليسار. ذهاب المسبحة نحو اليمين أو نحو اليسار لا علاقة له بالاستخارة الشرعية، وهذه استخارة ثانية لا علاقة لها بالشرع. هناك استخارة ثالثة كمان لا علاقة لها بالشرع. يقولون: ما اسمك العريس؟ يقول: اسمي خالد. ما اسم أمك؟ يقول: فلانة. ما اسم العروس؟ منى. ما اسم أمها؟ فلانة. يأتي من يكتب اسمه واسم أمه واسمها واسم أمها، ثم يعد الأحرف، ثم يضرب ويجمع ويطرح ويقسم، ثم يقول: والله لا يوجد بينكما انسجام عددي أو رقمي، أنت لا تصلح لها. هذا لا يجوز في الشرع. هناك الآن شيء جديد يظهر على الأقنية الفضائية، يتصل بقارئ الأبراج أو بقارئة الأبراج، يقول لها: ما اسمك؟ تقول: فلانة. زوجك؟ فلان. متى مواليدك؟ كذا. مواليده؟ من أي برج أنت؟ من أي برج هو؟ يحسب ويطرح ويقول: اقرأوا الآية رقم 16 بالأنعام، والآية 43 بمريم، والآية 12 بالبقرة، أنت لا تصلحين له أو هو لا يصلح لك، أو يقول: أنت مناسبة له أو هو مناسب لك. هذا أيها الإخوة ليس من الدين في شيء. بعض الشباب يقرؤون الأبراج، يقول: برجك يوافق برجها، وبرجها يوافق برجك أو لا يوافق، ثم يبني على هذا الشيء زواجاً أو طلاقاً. كل هذه الأمور لا علاقة لها بالشرع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من الناس في استخارة أيضاً مبتدعة، تأتي إليه لتقول: أنا أريد أن أتزوج فلانة، ما رأيك؟ يغمض عينيه، يقول لك: فلانة حسنة جيدة. أو يغمض عينيه أو تغمض عينيها، تقول: لا، إياك، فلانة غير جيدة. ما أدراك، هل أطلعكم الله عز وجل على الغيب؟ الاستخارة الشرعية أيها الإخوة باتت معلومة لديكم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، يدعو بهذا الدعاء، بعد هذا أنت تمضي إن شاء الله، الله ييسر لك خيرا، وإذا كان في الأمر سوء صرفه الله عز وجل عنك. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالاستخارة في مقدمة للحديث عن العقد. ثم هناك شيء يشيع بين الناس، أنه إياك أن تجري عقد عرسك أو أن تجري بناءك وعرسك بين العيدين، بين العيد الصغير والعيد الكبير، إذا بتساوي عرسك الله بيفركش لك زواجك. لا يوجد بالشرع شيء تشاؤم بالأيام، يعني بيساوي عرسه يوم الاثنين مدري شو بيصير معه،
يلي بيساوي عرسه يوم الأربعاء مدري شو بيصيبه، ويلي بيساوي يوم الخميس ما في أحسن منه. لا يوجد بالشرع شيء متعلق بالأيام فيما يخص العرس أو البناء أو العقد، بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد علي في شوال وبنى بي، يعني دخل بي في شوال. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يبنى بنسائها ببناتها بطالباتها، تستحب أن يبنى بهن في شوال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشوال بين العيدين، بين عيد الأضحى وبين عيد الفطر. هذه أيها الإخوة مقدمات تتعلق بالعقد. الآن سندخل مباشرة إلى العقد. العقد ما نسميه نحن كتب الكتاب، له أركان خمسة عند السادة الشافعية. من أراد أن يتزوج تصير زوجاً بعد حصول هذه الأركان الخمسة: الصيغة والزوجان والشاهدان والولي. خمسة: الصيغة والزوجان رجل وامرأة، والشاهدان والولي. أما الصيغة، صيغة العقد، فأن تقول لوالد زوجتك زوجني ابنتك فيقول زوجتك، أو تقول أنكحني ابنتك فيقول أنكحتك، أو هو يقول لك زوجتك ابنتي فتقول قبلت. تسمى هذه الصيغة إيجاب وقبول، أنت أوجبت على نفسك الزواج وهو قبل أن يزوجك. لكن الآن في الصيغة بعض الكلمات أحب أن أحدثكم عنها. أنت في الصيغة تقول لعمك، لوالد الزوجة، تقول زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مهر مقداره كذا بشهادة الله والحاضرين. ما معنى أيها الإخوة زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ يعني أنني سأحكم الله وأحكم رسوله في بيتي، في عقد زواجي، إذا تحاببنا وإذا تخاصمنا، إذا اجتمعنا وإذا افترقنا، إذا رضيت وإذا كرهت، إذا أصبت بعسر أو أصبت بيسر، أنا تزوجت ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. معناه أنك لم تتزوج ابنته على هواك، بحيث ما يمليه هواك عليك فعلته، وما لا يعجبك تركته. أنت تزوجت على كتاب الله، هكذا قلت، وإلا فإن الذي يقول هذه الكلمة ليس صادقا. ولعلك تسأل شابا: ماذا يوجد في كتاب الله حول الزواج؟ أنت تقول زوجني على كتاب الله، ماذا يوجد في كتاب الله حول الزواج؟ يقول: والله لا أدري. تقول للفتاة: ماذا يوجد في كتاب الله حول الزواج؟ هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات خرق فينا نحن المسلمين، نقصر أحيانا. لا يعلم شاب ما هي واجباته نحو زوجته، لا تعلم فتاة ما الواجب الشرعي نحو زوجها. وأذكر مرة أن شابا أراد أن يحكمني بينه وبين زوجته في شجار وقع، وربما يودي بينهما إلى طلاق. اتصل بي يطلب مني أن أكون حكما. قلت له: قبل أن أذهب إلى التحكيم، هل أنت تستجيب لأمري إذا أمرتك؟ إذا جاء الحكم ينبغي عليك أن تستجيب لأمره، فقبل أن آتي إليك ويضيع وقتي ويضيع وقتك ويضيع وقت الآخرين، هل تستجيب لحكمي؟ قال: ماذا ستحكم؟ قلت له: أنا سأحكم بما يقول الله وما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل لي الآن ماذا يقول الله وماذا يقول رسوله. يريد أن يعرف إذا كان ما يقوله الله يوافقه يستجيب، أما إذا كان ما يقوله الله لا يوافقه فهو لن يستجيب. لكن يا أيها الإخوة، يا شباب ويا بنات، ما لم ندخل شرع الله إلى بيوتنا والله لن تستقيم حال المسلمين. أترون ما يحدث في ديار المسلمين؟ إن واحدا من الأسباب أن شرع الله أحيانا يغيب من بيوت المسلمين. عند الوئام هما يلتقيان على كتاب الله، لكن عند الخصام لو قلت للزوج: يا أخي أعطيها حقها، يقول: لا أعطيها إلا في المحكمة.
لو قلت للزوجة لا تشهري بزوجك تقول أعوذ بالله سأفضحه على رؤوس الخلائق. تقول لكن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يقول لن أسرحها بإحسان، دع كتاب الله على اليمين أو على اليسار. لما رفع كتاب الله من بعض أسرنا حدث ما حدث في بيوتنا ونالنا ما نالنا من عقاب الله تعالى بتسلط أعداء المسلمين على ديار المسلمين. يا أيها الإخوة، ما لم ندخل شرع الله إلى بيوتنا، وما لم ندخل شرع الله إلى معاملنا، وما لم ندخل شرع الله إلى محاكمنا، وما لم ندخل شرع الله إلى مساجدنا بهذه الأربعة، فنحن في تقصير مع أوامر الله. المسجد والبيت والمعمل والمحكمة، هذا هو الشرع. إذا دخل أمر الله إلى هذه المحال عندها نكون صرنا مسلمين حقيقيين، وإلا فهناك نقص في إسلامنا. نحن لازلنا بحاجة للحديث عن العقد، نتابعه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. نلقاكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم